هل يمكن أن تجزم أو أن تدعي أنه إنما يفعل ذلك ابتغاء وجه الله؟ الذين يعكفون على الشبكة العنكبوتية إلى بزوغ الشمس، وربما لا يقوم الواحد منهم للصلاة، لا ذكر ولا تلاوة بالليل ولا قيام ولا نوم، يعني لو نام فكف الله شره عن الناس بنومه لكان محسنا، ولكن يظل ليلا طويلا يقع في أعراض الناس بلا موجب، ويتورط أحيانا في القذف، ويتكلم في أمور لا يتكلم فيها السفهاء، ويحسب أنه من أهل العلم بل من الجهابدة، وهو مقاتل ومجاهد في سبيل الله، مجاهد لوحة المفاتيح. هل يمكن